بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد نصب وتشغيل أنابيب الزراعة المائية العمودية، أبراج الزراعة المائية، سوف نقوم بنقل الدايات التي قمنا بزراعة البذور في وسط الصوف الصخري، وبعد وصولها إلى حجم لا بأس به إن شاء الله قابل للنقل بالزراعة، سوف نقوم الآن بتقطيع الصوف الصخري بسكين حاد بهذا الشكل. هذه نباتات بذور نباتات الزينة، الأوراد الموسمية. هذه القطعة بنباتها نضعها في قدح الزراعة المائية بهذا الشكل. القطعة الثانية كذلك. وهكذا بالنسبة لبقية النباتات، بالنسبة للجذور هذه بدأت تخرج وتنفذ من الوسط الزراعي. بالنسبة لهذا النوع من الزراعة، هذه الأوساط يعني تعتبر نظيفة وغير متعبة وسهلة الاستخدام. أيضا يمكن تقسيمه يعني بهذا الشكل، هذا تشغيل المضخات ووضع المؤقت التايمر لتشغيل لمدة ربع ساعة تشغيل وربع ساعة إطفاء. هذا الشكل النهائي بالنسبة لي
برج الزراعة المزروع بنباتات الزينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.